ارتكبت طائرات النظام أمس مجزرتين في مدينة الرستن والحولة بريف حمص الشمالي، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما ألغت المحكمة الشرعية في منطقة الحولة صلاة الجمعة في مساجد المدينة نظرا لكثافة الغارات الجوية. الله أكبر، روح على طيران في حرب. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر سكايب من ريف حمص الشمالي الناشط الإعلامي صهيب العلي. مرحبا بك صهيب، مجزرتين بالأمس في ريف حمص الشمالي، ما التفاصيل لديك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي العزيز. أسبوع فائت مليء بالمجازر قامت بها طائرات النظام وميليشياته وعصاباته من الطيران الحربي والطيران المحتل الروسي. عندما بدأ هذا النظام المحتل باستهداف ريف حمص الشمالي بشكل عام واختص المجازر في مدينة الرستن منذ 3 أيام بدأت مجزرة. أول يوم 4 شهداء، ثاني يوم 17 شهيد، يوم أمس 7 شهداء، أيضا في منطقة الحولة يوم أمس 14 شهيدا. بدأ النظام بتكثيف غارات منذ ساعات الصباح الباكر باستهداف المدنيين وأطفال ونساء. أخي العزيز، النظام لم يستهدف جبهات بل قام باستهداف المدنيين وانتقى مناطق حيوية ومليئة بالسكان ومأهولة، لكن لا يوجد بنية تحتية في الريف كما تعلمون، حتى الأطفال يختبئون داخل هذه المنازل أو الملاجئ، لا يوجد حتى ملاجئ من أجل الأطفال يختبئ بها. قام النظام يوم أمس باستهداف صالة ألعاب الأطفال في مدينة رستن مما أدى إلى أثر ارتقاء 7 شهداء بينهم 4 أطفال. كذلك قام باستهداف منطقة الحولة بالطيران الحربي والصواريخ الفراغية والطيران المروحي ما أدى ارتقاء 14 شهيدا بينهم 8 أطفال وامرأتين. النظام استمر بإجرامه أخي العزيز حتى صباح اليوم منذ ساعات الصباح الباكر منذ ساعات الصباح. ما سبب تصعيد النظام لغاراته على ريف حمص الشمالي في هذا الوقت تحديدا؟ أخي العزيز، النظام يثأر من المجاهدين فقط لأنهم أعلنوا معركة الثأر لحلب والانتقام لأهلنا المتواجدين في حلب، فشن جنون النظام قام باستهداف المنطقة والمدنيين بشكل عام بالمدفعية وراجمات الصواريخ والطيران الحربي على مستوى ريف حمص الشمالي. حتى هذه الغارات استمرت اليوم صباحا منذ الساعة 6 صباحا، قام باستهداف حربي نفسه وقرية الزارة المحررة. كذلك قام استهداف رستن بغارتين ومنطقة الحولة وعقرب تم استهدافها منذ ساعات الصباح الباكر بالطيران الحربي والمروحي مما أدى ارتقاء 4 شهداء في منطقة عقرب، كذلك ارتقاء 3 شهداء في حرب نفسه. أخي العزيز، النظام يستميت على قتل المدنيين والأطفال، النظام لا يستهدف الجبهات، الجميع استهداف النظام إلى المدنيين والآمنين في منازلهم، يريد قتل أكبر عدد من أهلنا المتواجدين في ريف حمص الشمالي من أجل إيقاف العمليات العسكرية، لكن خسر النصر مستمر بإذن الله. دائما قوات النظام تحاول التقدم على جبهات حرب نفسه والزارة، لكن تفشل لله الحمد بصمود أبطالنا المتواجدين على تلك الجبهات. أخي العزيز، نحن نندر بكارثة إنسانية ومجزرة حقيقية في منطقة الرستن والحولة بسبب اكتظاظ سكان مدينة رستن تحوي 100,000 نسمة، منطقة الحولة تحوي 100,000 محاصر كذلك الأمر، متواجدين داخل الصاروخ الواحد يجرمه 10 قتلى مع فقدان كافة المواد الطبية والأجهزة الطبية المتطلبات لهذه الإصابات الخطيرة التي تحصل في منطقتنا في ريف حمص الشمالي. كذلك التصعيد مستمر من قبل كتيبة الهندسة في مدينة رستن باستهداف مدنيين بالفيو رجمات الصواريخ، أيضا بكتيبة الهندسة كلية الهندسة المتواجدة بمشرفة باستهداف كل من مدينة تلبيسيا وأطرافها بالمدفعية والرجمات الصواريخ. كذلك يتم استهداف تير معلي والغنطو بالقنابل العنقودية والصواريخ التي تسقط عليهم من جبهة الكم المسيطرة عليها ميليشيات الشيعية، لكن ما زال هناك حافلة من مدنيين مخطوفين بينهم أكثر من 10 نساء في قرية خدنافيس من قبل ميليشيات إيرانية وميليشيات النظام من أهلنا وجميعهم من مدينة رستن ومدينة تلبيس، حتى الآن لا نعلم ما مصيرهم. نعم، من ريف حمص الشمالي الناشط الإعلامي صهيب العلي، شكرا جزيلا.